السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة أكلات مغربية. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طريقة تحضير تورتة التفاح بطريقة جد سهلة ومقادير بسيطة. بالنسبة لطريقة التحضير، كناخدو الخلاط الكهربائي، كنضيفو فيه 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحرارة المطبخ، كنضيفو كذلك كاس العنبة ديال السكر سنيدة، وكنضيف أيضا كيس واحد من سكر الفانيلا اللي يمكن لكم تعوضوه بقشور ليمون. من بعد كنطحن المكونات جيدا حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض. وعندي هنايا سابقا حضرت تفاح، عندي 2 تفاحات كبار قطعتهم على شكل شرائح، خليتهم بالقشور ديالهم، وانتم يمكن لكم تقشروهم الى بغيتوا على حسب الاختيار. من بعد كنضيف كاس معمرش ديال الزيت، كنضيفه تدريجيا. وبالنسبة للمقياس أو للعبار، غادي نفس الكاس باش عبرت السنيدة غنعبر به الحليب اللي عبرت به الزيت. هنايا الحليب، أنا استعملت الحليب بودرة حيث ما متوفرش عندي الحليب سائل. خديت 2 معالق كبار ديال الحليب بودرة وضفت ليهم كاس كبير ديال الماء بارد، نفس الكاس باش عبرت السنيدة والزيت. غنطحنهم جيدا. إذا كان متوفر عندكم حليب سائل يمكن لكم طبيعة الحال تستعملوه. وهنايا كنضيف الدقيق شيئا فشيئا، طبيعة الحال الدقيق يكون مغربل ومعاود، دقيق الفورس الممتاز. كيفما كتلاحظوا الخلاط خدام وانا كنضيف شوية بشوية حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. هنا كنتفقد القوام ديال الخليط، واش هو هداك، واش مناسب ولا لا. كيبان لي باقي خص نزيد مازال شوية ديال الدقيق. غادي نضيف شوية ونطحن ونزيد، نبقى هكذا بنفس الطريقة حتى نحصل على القوام المناسب. وهنايا وصلت للقوام المناسب اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا خاص يكون الخليط نوعا ما يكون ما تقيل، ما يكونش جاري بزاف وما يكونش تقيل بزاف. وهنايا ضفت كيسين من خميرة الحلويات من 7 غرام، غربلتهم مزيان وغنعاود نخلط الخليط جيدا حتى تنسجم الخميره مع الخليط. كناخذ واحد المول وكندهنو بالزيت وكنرشو بالدقيق باش ما يلصقش لينا الكيك، وكنفرغ فيه الخليط. والمرحله النهائيه هي توزيع التفاح على سطح التورته او الكيك. انا بغيت نحصل على شكل ورده، داكشي علاش وزعت التفاح بهذا الشكل هذا. الا بغيتو يمكن لكم ديروه بشكل عمودي، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. هنايا غنستمر في توزيع التفاح بنفس الطريقه، وكنحصل في النهايه على هذا الشكل هذا. الفران عندي مسخن من قبل. من بعد ما طاب الكيك ما كيخرجش وقت بزاف، تقريبا 25 حتى 30 دقيقه، كيتحمر شويه. ومن بعد كناخذو وهو باقي سخون، تناخدو مربى المشمش اللي تيكون جاري، ما فيش طرف ديال المشمش. كناخد واحد المقدار ديال 2 معالق كبار، وكنضيف معاه ماء الزهر، كنخلطهم مزيان. ومن بعد كندهن بهذا الخليط سطح الكيك باش كنحصل على ديك اللمعه، وكذلك كنحافظ على الشكل ديال التفاح، يعني ما يتكمش، وفي نفس الوقت كيشرب الكيك هذا الخليط هذا وكيرطب اكثر. كنوزع هذا الخليط هذا على سطح الكيك، كنحاول نغطي قطع التفاح بالكامل. وكيف ما قلت لكم يكون الكيك مازال سخون، يعني الا خرجنا من الفران هكذا. غنستمر بهذه الطريقه حتى نغطي سطح الكيك كامل، وكنقدمها لكم الصحة والراحة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة.